في الاكسبيرمنت بتاع البيبر 6 بتاعت الميرور، انا بيبقى عندي ميرور وعندي اتنين بينز قدامها، وهبص جوه الميرور عشان اشوف الايمجز بتاعت الاتنين بينز دول اللي هما جوه. انا هعمل ايه؟ انا هميل الميرور او هلف النظر بتاعي لغايه ما الاقي الايمجز بتاعت الاتنين بينز دول جايين واحد ورا التاني بالظبط. فانا عندي دلوقتي الايمجز اهي، انا عندي دلوقتي عايزهم يجيوا ورا واحد ورا التاني على طول، دول الاتنين بينز. انا عايز الايمجز اللي جوه هما اللي يبقوا ورا بعض، فانا هفضل الف ده كده لغايه ما الاقي الاتنين ايمجز دول واحد خبى التاني كده، تمام. بعدين هحط بين يخبيهم. فكده الثلاثة البين اللي بره والاتنين ايمجز مستخبيين ورا بعض، وهحط بين تاني يخبي البين اللي انا حطيته ويخبي الاتنين التانيين. فكده لو انا لفيت الميرور الاتنين بينز والايمجز جوه الميرور كأنهم باينين على one line. لو جيت ابص على المنظر من فوق دلوقتي ده المنظر، هلاقي ان انا عندي في لاين ريبريزنتنج الريفلكتد راي ولاين ريبريزنتنج الانسيدنت راي. لو انا رسمت نورمال في النص هلاقي الانجل اوف انسيدنس قد الانجل اوف ريفلكشن.